الله وبركاته. في مسائل مهمة تخص المعتمرين في رمضان. أولا، عمرة في رمضان تعدل حجته مع النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. برمضان يعني ملازم عشر أواخر، هل عشر أواخر أفضل؟ لا، رمضان كله أجره واحد كما جاء في الحديث، ولم يخص النبي عليه الصلاة والسلام عشر أواخر أو ليلة 27. بل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول وتخصيص ليلة 27 بالعمرة هذه من البدع. إني أنا أقصد 27، لا، ما تخصص عبادة في وقت معين إلا الذي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما خص رمضان كاملا. الشباب موجودين بالطائف، عسى ربي يحفظهم، يقول إحنا سكننا بالطائف، نروح الحرم من الظهر تقريبا العصر ونجلس في الحرم ليل الفجر ونرجع. دخولهم وذهابهم وإيابهم حدود الحرم، هل يحرمون؟ لا، حرمهم مرة واحدة العمرة، اعتمروا خلاص. واحد الآن موجود في جدة بيروح يزور واحد مكة وبيرد، واحد في مكة بيزور واحد في المدينة ويرجع، هو راد راح يمر على الحدود، ما يحرم مرة أخرى لأن حرامهم للعمرة. حتى الشباب اللي معاهم أوبر وكريم واللي عنده تاكسي ولوموزي يقولك أنا أروح أطلع من حدود الحرم وأرد، أروح أجيب ناس من حدود الحرم وأرجع، أروح إلى جدة إلى الطائف كذا. مرور على حدود الحرم لا يلزم له عمرة إلا لمن قصد العمرة. طيب أنا قاعد بجدة أشتغل بالسفارة الكويتية ولا زائر لمريض، ذهبت إلى جدة وما قصدت العمرة، بعدين طق براسي أنا بعتمر، تحرم من جدة وتذهب إلى الحرم. جميل؟ لكن واحد بيزور له واحد بجدة وبيروح يعتمر، طائر من الكويت بتعتمر صح؟ وبتزور واحد، لا، لازم تحرم. ما تمر على حدود الحرم في الطائرة حتى تحرم. ادخل زيارتك للرجل هذا بعد ما تنتهي من العمرة، أما إذا نويت في قلبك زيارة رجل في جدة وقبل هذا رايح بتعتمر مرة أخرى، الأصل فيها يعني عمرة، هنا يجب عليك الإحرام، تحرم وتروح الطوف وتسعى تخلص عمرتك وتزور صاحبك. أما أني بزور لي مريض في جدة ولا بزور صاحبي وأحرم من هناك، لا، أنت قاصد العمرة؟ والله قاصد، لا، تحرم من الميقات أولا. لكن إذا ذهبت إلى جدة وقصد زيارة رجل وما نويت العمرة، بعدين قلت والله في وقت خلي أروح العمرة، تحرم من أي مكان في جدة، لأن أنا ما نويت العمرة أبدا، أنا رايح أزور جماعاتنا، أزور خوالي، عندنا عرس، عندنا مناسبة في جدة، ففي الحالة هذه تذهب إلى جدة. وأنا ما نويت أبدا العمرة، لكن أنت يسر لحد الآن ما جزمت يعني، في الحالة هذه تحرم من جدة. أما إذا كنت ناوي العمرة والله خلني بزور فلان وبروح أعتمر، لا، هنا لازم تحرم، ما تعدي على الميقات حتى تحرم، ومن عدى على الميقات ولم يحرم فعليا شات لفقراء الحرم دم جبران لأنه حاد الميقات ولم يحرم. أظن هذا الكلام واضح. وعندي مسألة أخرى، واحد في الطيارة نسى إحرامه باللاج تحت بالجنط بالشحن، وإحرام وين إحرامه؟ إحرامي نسيته تحت، يمر على الميقات ينزع لي على راسه ويقول لبيك اللهم بعمره ويحرم، لابس جداشة يحرم، عليه كفارة طعام 6 مساكين لأنه لبس المخيط، إذا غطى راسه عليه كفارتين، 6 مساكين 6 مساكين، واضح؟ لكن في الحال هذا ينزل على راسه ويقول بك اللهم عمره، وينزل جدة ويأخذ إحرامه ويلبسه ويذهب الحرم، وعادي مع الحرج يطعم 6 مساكين على القول الصحيح في كفارة لمن لبس المخيط. ما نقول عادة تذبح شات إنما هو مخير، لكن إحنا نقول الأخف منها اللي هي 6 مساكين.